جهاز الفي سكان هو من آخر الابتكارات اللي اخترعتها شركة جنرال إلكتريك. جهاز الفي سكان بينقل الألتراساوند تكنولوجي إلى الفحص السريري، بمعنى أنه عندنا زي أي الشركات الأخرى كتير برودكتس أو أجهزة للفحص السونار اللي هي الألتراساوند بحسب الابليكيشنز، سواء كانت للقلب أو للنسائية أو للطب الأشعة أو للطب العام أو point of care. جهاز الفي سكان الفريد فيه أنه pocket size، يعني بيحمله الدكتور أو الطبيب في جيبته، فبالتالي بينقل التكنولوجي هذه تبعت الألتراساوند إلى الفحص السريري وين ما كان الطبيب، يعني سواء كان في العيادات المناطق النائية أو كان في عيادات طب الأسرة أو كان في سيارة الإسعاف أو كان في حتى في العناية المركزة أو العناية الحثيثة. متى ما الدكتور بده يعمل فحص سريري لأي مريض بإمكانه فوراً أنه يشوف داخل المريض أثناء الفحص، يعني زي ما بيستعمل فور إكزامبل الستيثوسكوب أو السماعة عشان يسمع داخل المريض، بيقدر يستخدم الفي سكان عشان يشوف داخل المريض.